يلا عيني، وين هم عشاق الليفربول؟ هذا مطعم خصصوه لعشاق الليفربول، عشاق الاحمر. نعم سيد، انت تعشق الاحمر؟ طبعا. والله كنا من محبي ليفربول، من محبي ليفربول. نادي عريق، نادي تاريخي له. شنو ياخذ الابطال؟ لا والله هالسنه احنا مو زينين. مو زينين؟ اي والله مو زينين. المطعم زين. هذا المطعم اسمه الريدز. ريدز صحيح؟ الريدز. الريدز قطاع 46. اي 46 شارع الفلاح. قطاع 46 شارع الفلاح كنتاكي. هاي الصينيه، صينيه السعاده مال الصاج، صاج دجاج. نعم. وهذا الوجبه مال كنتاكي، هاي 10 قطع. 10 قطع. هاي الوجبه كلها ببيش سيد؟ هاي كلها ب 25. 25000. 25000. اخوان هاي الوجبه كلها ب 25000 دينار. الدجاج ذبح. ذبح. دجاج ذبح. كله شرعي. كله شرعي. والكادر سوري. كادر سوري. نعم. كادر سوري يدللون عين عشاق ليفربول واهل المدينه. مدينه حلوه. مدينه حلوه باهلها وبناسها، وبيكم اليوم شرفتونا. الله يحفظك سيدنا. الله طيب الله. انت الله ونفسيتك طيبه. الله يحفظك. انا هذا المنظر كلش يعجبني. هذا المنظر طبعا اللي طبعا انا مسوي رجيم سيد. والله لا اليوم ماكو رجيم. والله مسوي رجيم بس اليوم نسيت شوي. طلع على القط خليني اشوف الاكل شنو الفيلم. اخوان الطعم ولا غلطه والله. عمره خساره اللي ما يجي يجرب الاكل هنا، خصوصا اذا انت تحب الليفربول وتجي تاكل اكل هنا بمطعم الليفربول حياتك سعيده تصير. وشوف السيد هذا الوجه الحلو. الله يسلمك. استقبال لطيف من ذوقك والاسعار الحلوه. شو تدرون بعد؟